سمحت يعني بعد إذنك أنا بس أسمح في السؤال التاسع من غير تأفف. السؤال التاسع يا أخ محمود، أنت تعلم أني والله أحبك في الله، من غشنا فليس منا، وإني والله لو غششتك أخشى أن تخرج من الملة. وهذا امتحان الدنيا يا أخي، لا يساوي عند الله شيئا. والله باب التوبة مفتوح. بارك الله فيك، السلام عليكم. كلام موزون. استغفر الله. هشام، هشام، مسكي بس هذه مشي حالك فيها قبل ما اخلص لك. غير اسمك لا لا انا بخلص لك ورقتك دقيقه.